دائرة صحة المثنى اشترت ثلاجات لحفظ الأدوية، حيث اشترت 60 ثلاجة أرضية صغيرة و100 ثلاجة عمودية تشبه الثلاجات التي يتم وضع قناني المشروبات الغازية فيها. العقد المرقب 730 لصالح دائرة المثنى، مع مكتب الصباح لصاحبه الصيدلي فؤاد ناجي جعفر ووكيله ماجد هزاع، كما جاء في الكتاب ماجد هزاع جبر، لتزويد الدائرة بالثلاجات عددها 160 ثلاجة، وقد بلغت قيمة العقد مفاجأة كبيرة 6 مليارات و180 ألف دينار عراقي ل 160 ثلاجة. يتضمن العقد كذلك، هذه كذلك مصيبة أخرى، يتضمن العقد التدريب على الثلاجات، حيث سافر وفد إلى الدنمارك للتدريب واستلام العمولة لكي يعرفوا كيف يتم فتح الثلاجة ويتم غلق باب الثلاجة. طبعا أكثر من 41 مليون دينار عراقي هي قيمة الثلاجة الواحدة، أما الثلاجة الأخرى الثلاجة العمودية فيبلغ سعر الثلاجة الواحدة أكثر من 36 مليون دينار عراقي 36 مليون دينار عراقي. دعونا نتابع الصور، هذه صور للثلاجة وللكتاب الرسمي الذي هذا هو الكتاب أو الأمر الإداري عملا بالصلاحيات الممنوحة كذا كذا في عام طبعا 2013. الكتاب الآن تم عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، القيمة موضحة 6 مليارات و180 مليون دينار لمدة تجهيز مقدارها 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد. هذه الثلاجة العجيبة، قد لا يتجاوز سعرها في العراق يعني 50 دولار أو 100 دولار كحد أقصى، هذا سعر الثلاجة. هذه أحد أوجه الفساد، سعر سيارة حديثة يعني هذه الثلاجة العجيبة.